بسم الله والله أكبر. ربنا اجعلنا دعاة السلام ومصابيح هدى يا هادي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك شوف العدل الإلهي. ربي يوصلك الشريف مش تروم طريق ربي متروم طريق الظالمين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة مش في ظلمك، وإن تك حسنة يضاعفها يكرمك. وهذا في علم النفس حقيقة، كون الإنسان حين يقوم بواجبه تلي يتكافيه أكثر مما كان يتوقع، يزيد دعم قيام بواجباته. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تكشف تسرى قرية لعب لا قصك تي أنفو مزلمة إنو صوما بريزان دين فوس أمانو سادير إن أوريجين دو غمة سادير بريمون سا نو دون لدي دو ديبريسيون دو ديتواتيس en pensant à l'état de cette pseudo-Oumma. Ce n'est pas l'Oumma islamien, c'est pas. On attend la formation et le retour de cette Oumma. Et c'est Dieu qui va nous donner le signal. Il va nous faciliter le travail. Wassalam ala ahl salam.